السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم 7 ایسے کلمات سیکھیں گے جن کو کثرت سے پڑھنے پر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. پہلا، لا الہ الا اللہ. نمبر 2 پر آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیسرا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم. چوتھے نمبر پر، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پانچویں نمبر پر، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. چھٹے نمبر پر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ساتویں نمبر پر، يا أرحم الراحمين. اس ویڈیو میں اتنے ہی. اللہ حافظ.